صباح سوري، رح نعيش تفاصيله معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا على هوا الإخبارية السورية. ملامح نهار جديد عم نبتدي من دمشق أرض الياسمين ومهد الحضارة والسلام والمحبة لكل العالم. مشوارنا لليوم رح يتضمن محطات عديدة من مع ضيوف من مجالات مختلفة، فصباح الأمل يلي عم تحمله دائما انتصارات رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. بدي صبح كمان على زميلتي زينب، بقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك يا نور، وأكيد كمان نجدد التحية كمان لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباح جديد من قلب دمشق يلي لازالت أكيد عنوان الصمود والمقاومة مستمرة. أبطالة طبعا أسطورة، عم يسطروا أسطورة، هي عنوان لمستقبل سوريا. صباح الخير لكل اللي عم يشاركنا. صباحنا لليوم مشوارنا رح نبتدي لكن بعد الفاصل. قلعة حلب، مين البناكي وصفصف حجارك، مين العلاكي ولفلف زنارك، حيرني أمرك عم بحسب عمرك وبقول لحالي اترابك الغالي منين انجلب يا قلعة حلب. الصف ودراجك تسلم ايديهن، والعل وبراجك يرحم عينيهن. حلو يا قلعة، يا فن وصنعة، براتك روعة وجواتك عجب، حيرني أمرك عم بحسب عمرك وبقول لحالي اترابك الغالي منين انجلب يا قلعة حلب. زينب، مثل كل يوم نبتدي صباحنا بجولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية عن دراسة من بريطانيا. دراسة بتحكي عن أهم طرق الصحة، أو عن دراسة صحية بتحكي عن السكان الذين يعيشون بأماكن مزدحمة وخصوصا بالقرب من الطرق الرئيسية يصابون بالخرف أكثر من غيرهم. أكيد عم تشير الدراسة كمان نور لأنه الزحام المروري بيتسبب يمكن بطبعا إصابة 11% من حالات الخرف بالسكان القريبين، خاصة اللي عم يعيشون على بعد 50 كيلومتر من الطرق الرئيسية. أكيد زينب، والدراسة شملت نحو مليوني شخص على مدار 11 عام، وكانت مخاطر الإصابة أكبر بين من يعيشون بالقرب من الأماكن المزدحمة مقارنة مع الأشخاص الذين يعيشون على بعد 300 متر عن الطرق المزدحمة. نبقى نور بأجواء الصحة واللغز اللي حير العلماء من سنوات طويلة هو سبب حمل الأمهات أولادهم على الكتف الأيسر. أكيد زينب، وبتقول هالدراسة أنه الفعل البسيط بيساعد الرضع على إبقائهم في وضع آمن عن طريق السماح للجانب الأيمن من المخ بمعالجة المعلومات والتفاعل مع سلوكهم بسرعة. أكيد، وبحث علماء من جامعة سان بطرسبورغ بروسيا مدى تفضيل الأمهات لوضع أطفالهن على الكتف الأيسر، وشملت هذه الدراسة مدى التفاعل بين الأم والطفل. وأشار الباحثون أن هي أفضل وسيلة تجعل الأم تلاحظ ردود أفعال أطفالها وسلوكهم والترابط الحسي بين الأم والطفل والتعرف على كل ما يحتاجه الطفل وتفسيره والتعامل معه بسرعة. هلا
هلا من اللغز اللي حير العلماء طبعا والامهات والولاد لشيء ثاني هو لمحبي السيلفي اللي انتشرت صوره السيلفي طبعا بشكل كبير حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، بس هالمره لدب الباندا اللي حظت صوره التقطتها يمكن سائحه صينيه بمشاركه دب الباندا شعبيه متزايده عبر الانترنت. أكيد زينب، الدب لا يخشى، الذي يعيش في مركز البحوث العلمية لا يخشى عدسة الهاتف المحمول، فقد كان يمسك عصا السيلفي ليصور نفسه الصور. خلونا نتابع مع بعض. سيلفي نور رح نروح كمان لروسيا، حيث نظم هواة رياضة هوكي الجليد من روسيا والصين مباراة ودية من نوعها، أقيمت هي المباراة على جليد نهر أمور المار بمشاركة محافظة منطقة أمور الروسية ألكسندر كوزولوف. منتابع الفيديو مع بعض. Shake it down. زينب، اليوم 16 كانون الثاني، خلونا نتعرف شو هي أبرز الأحداث اللي مرقت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1909 بعثة أرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي. عام 1938 افتتاح المتحف الزراعي المصري في سرايا الأميرة فاطمة إسماعيل، والتي كانت قد وهبته في عام 1908 لجامعة المصرية. عام 1979 زلزال في إيران بقوى 6.7 على مقياس ريختر يودي بحياة 200 شخص على الأقل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2006 تنصيب الناشطة السياسية إيلين جونسون سيراليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد إفريقي. وفي عام 2016 انتخاب تساي أونغوان رئيسة لتايوان لتصبح بذلك أول امرأة تصل إلى هذا المنصب، مع فوز الحزب التقدمي الديمقراطي المنتمية له بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1934 كريمة مختار ممثلة مصرية. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1986 إبراهيم حمودة ممثل ومغني مصري. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوى نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
اليوم رح نروح على شخصية اشتهرت بماما نويل عبر تاريخها فنها وغادرتنا للأسف من أيام قليلة، كريمة مختار ولمحة عن حياتها بهالتقدير. كريمة مختار ممثلة مصرية ولدت في 16 من كانون الثاني من عام 1934، حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية. بدايات الفنانة كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير بابا شارو في فترة الخمسينيات، ومن خلاله اشتهر كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة. كانت أول مشاركة في مجال السينما في فيلم ثمن الحرية عام 1958. كان أداؤها لشخصية ماما نونا في مسلسل يتربى في عزه أكثر من رائع وممتازة. هذه الشخصية دخلت كل البيوت المصرية والعربية نتيجة حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لابنها حمادة الذي قام بدوره الممثل يحيى الفخراني والذي يبلغ من العمر 60 عاماً. حصلت على العديد من الجوائز، حيث أعلن فوزها بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي، ونفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي، وحصلت على جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر. من أبرز أعمالها في مجال السينما ثمن الحرية، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، وتمضي الأيام، الليلة الموعودة، مهمة صعبة، وساعة ونص، وغيرها الكثير. وفي مجال التلفزيون كان لها مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها نقطة نظام، يتربى في عزه، البخيل وأنا، الحارة، ألف ليلة وليلة، ودلع البنات وغيرها. وفي مجال المسرح ربما تركت بصمة واضحة في مسرحية العيال كبرت. توفيت الفنانة كريمة مختار بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما في 12 من كانون الثاني من عام 2017. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم يلي رح نتعرف فيها على التهابات مفصل الركبة يلي بيشتكي منه أغلبية الناس واللي بتكثر بشكل كبير عند المسنين وبتزداد مع تقدم العمر. أكيد شو هي المراحل اللي منضطر فيها لتبديل مفصل الركبة والانتكاسات اللي ممكن تؤدي لوصول لهي المرحلة؟ لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور جهاد دغستاني أخصائي الجراحة العظمية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. خلينا ببداية نعرف شو هو تنكس مفصل الركبة. خلينا نحكي أول شيء شو هو مفصل الركبة. مفصل الركبة هي بصراحة هي مفصلين مو مفصل واحد، مفصل بين الفخذ، العظم الفخذ وعظم الزنبوب، ومفصل بين الضاغصة والفخذ، مفصل الضاغص الفخذي. هلأ بتصير تنكس مفصل الركبة هي وتكون احنا الطبقة الغضروفية من المفصل بتتاكل، وفي إلى مراحل، يعني مراحل، وفي مراحل متأخرة من تنكس المفصل الركبة نضطر فيها انه نبدل المفصل وتتاكل كل السطوح المفصلية اللي بتعطي مدى حركة لمفصل الركبة. طبعا التنكس في تنكس بسببه العمر والجهد المتكرر على المفصل، وفي تنكس سببه ثانوي بيكون سبب اذا كسر عندنا كسر ضمن سطح مفصلي هذا بيأهب لتنكس المفصل، تنكس ثانوي بيصير. هلا اللي احنا طبعا الاعمار متقدمه بالعمر بيصير هذا الشيء طبيعي، يصير عندنا تآكل بالغضروف. الغضروف هو كتله حيه في بناء وهدم بشكل مستمر فيه، وقت مع تقدم العمر بصير الهدم أكثر من البناء، فبصير الطبقة الغضروفية هي تتاكل، وهذا التآكل بيؤدي لتنكس المفصل، بيؤدي تنكس المفصل لله. وفي كل يوم نحن هدفنا إنه نحاول نأخر تنكس هالمفصل هذا حتى نقدر نحصل على مدى حركة على أكبر فترة ممكن. يعني أكيد دكتور، يمكن هذا المرض هلأ شائع، كنا عم نحكي تحت الهواء أنه كتير صاير شائع وخاصة عند النساء أكثر من الرجال عم نشوفه. خلينا نحكي شوي عن هل دور هشاشة العظام له دور بالموضوع، طبيعة الجهد، الأغذية؟ طبعا الترقع العظام بيلعب دور كبير، لأنه الغضروف بيستند على العظم، العظم إذا كان هو الأساس، إذا كان في ضعف فيه فبصير وهط بالطبقة الغضروفية، فهذا بيأحب انه يتنكس. هلا بصراحه احنا المشكله اللي عم نعانيها بلدنا مو موجوده مثلا
بألمانيا وموجودة بماليزيا. نحن بماليزيا كنا نعمل عمليات تبديل مفصل ركبة بعمر 80 70 قليل. نحن هون بصراحة بسوريا من 2005 عم نعمل عمليات بعمر 50 سنة. يمكن رتم الحياة وطبيعة الأكل وطبيعة التغذية والجهود المتكررة على المفصل عم تأهب إنه يتنكس عندنا المفصل بسوريا أكثر من محلات ثانية. شو السبب يعني هلا مثل ما قالت زينب فعلا وإصابة النساء بشكل كبير أكثر من الرجال وعم نتفاجأ بأعمار مثلا صغيرة منا إنه تعتبره مسن أو متقدم بالعمر؟ هلا بيلعب الدور المفصل الركبي هو مفصل الحامل الوزن. فنوع الحذاء المشي على الارضيه صلبه رتم الحياه اللي ما بيكون في رياضه التغذيه مو كافيه بتكون للمفصل. والمشكله المعانيه بصراحه انه بيكون في عندنا اصابات مثل اصابه تمزق الغضروف اللي المريض بيهملها فتمزقات الاربطه والغضاريف فهي بتؤدي لتخرب سطوح المفصليه مثل عم نحط شيء عائق ميكانيكي ضمن مفصل عم يتحرك. هذا بيعمل مثل ماده مخرشه وبياكل سطوح المفصل الغضروفيه. المشكلة إنه مريضنا ما بيراجعنا مباشرة لما تكون عنده مثل تمزق غضروف، بيراجعنا مراحل متأخرة. مع إنه نحن عنا الإمكانية إنه مراحل مبكرة من تمزق غضروف بحالات خاصة نقدر نخيط الغضروف ونرجعه طبيعي تقريبا 99%. طيب شو هي الأعراض اللي ممكن يحس فيها الشخص ليعرف إنه عنده يمكن خلل بمفصل أو تنكس بمفصل الركبة؟ هلأ بالمراحل المبكرة بيكون إزعاج، وجع عادي، وجع عادي، عدم راحة. في إذا كان بتنكس مفصل الضاغس الفخذي بيكون ألم على صعود الأدراج، يعني الحركات هي. مراحل متقدمة بيصير في ألم مع تحدد قسم من الحركة، فرط العطف، فرط البسط. المراحل المتأخرة تنكس درجة رابعة بيكون في ألم حتى على الراحة. يعني في مرضى بيجي لك أنا ما فيني أمشي أكثر من 5 دقائق. في ألم حتى هو نايم بالليل في ألم مزعج. طبعا مفصل الركبة هي مفصل معقد، في مدى حركة، في عطف وبسط، وفي قسم دوران. وأويت بيكون في ألم مفصل الركبة سوى ألم عصبي المنشأ، بيكون من الظهر، يعني انتقالات، يعني ألم عصبية بهدول. طيب خلينا نحكي عن الغذاء دكتور، قديش يمكن الغذاء الصحي بيلعب دور يمكن بطبيعة الجسم بطبيعة العظم؟ طبعا نحن اذا كان عندنا نوع الغذاء اذا كان في نقص فيتامين د بيأثر هذا الموضوع كثير. طبيعه الغذاء لازم نفضل يكون في فواكه، خضار طازجه، رياضه لطيفه. المفصل الركبي بيعتمد كثير على الرياضه اللطيفه. طبعا الرياضات العنيفه الفوتبول، كيك بوكس، الحركات العنيفه بتؤدي لتمزقات بالاربطه وتؤذي السطوح المفصليه وتؤدي لتمزق الغضروف. فافضل رياضه للمفصل الركبي هي السباحه. صح، هي الحركات اللي بدون تحميل وزن. مفصل الركبه بتغذى في سائل جواته، السائل هو اللي بيغذي السطوح المفصليه. فالحركه هي بتخلي السائل يتوزع على كل السطوح المفصليه وبتاخر التنكس بتنكس المفصل. طب دكتور شو الجديد بالطب؟ عم نشوف الطب عم يتطور سنه عن سنه ودائما في يمكن علاجات مختلفه ان كانت جراحيه ولا كانت عبر الدواء، فخلينا نحكي شوي عن علاج تنكس مفصل الركبه. هل في ممكن تبديل المفصل وباي حالات ممكن فينا نبدله؟ هلا لازم نكون حذرين جدا نحن وقت نقول للمريض نختار انه تبديل مفصل ركبه. نحن تبديل مفصل ركبه ما بنسويه الا بالتنكس درجه رابعه. وقت يصير عندنا ما عاد في عندنا مجال، يعني الم شديد ما في يمشي اكثر من 5 دقائق، الم على الراحه، تحدد حركه، صار معيق للحياه. فساعتها بنعمل تبديل مفصل ركبه. هلا احدث شيء بتبديل مفصل ركبه هو تبديل مفصل ركبه عن نافيجيشن ومساعدة الكمبيوتر. عشان نقدر نحن نقيم بس القسم السطحي الخارجي من الغضروف المتآكل. وبصير نحن بنعمل ديزاين مفصل مخصص للمريض نفسه. هذا بيعطي عمر اطول للمفصل. هلا العمر الطبيعي المفاصل الموجوده حاليا هي بين 10 ل 15 سنه حسب استهلاك المفصل. المفصل اللي يركب هلا تقريبا. هلا المفاصل الحديثه هي المفاصل بتعتمد على النافيجيشن بسموه مع الكمبيوتر. بصير نحن بنطلب من الشركة تعملنا ديزاين مفصل مخصص لنفس المريض. وبتجي أدوات القطع تبعه خاصة بنفس المريض. فنحن بنحاول نحافظ على قد ما بنقدر من الطبقة العظمية من حوالين المفصل، ومنقيم بس القسم المتمزق من الغضروف المتآكل من الغضروف السطوح المفصلية. هذا مدى المفصل عمره أطول بيكون، ومدى الحركة بيكون أكبر لأنه هو مخصص لنفس المريض.
هلا نحن بصراحه هدفنا انه ما نصل لمرحله تبديل المفصل. هذا اللي بدي اسالك عنه دكتور. تبديل المفصل ما بيكون الا بالمرحله متأخرة الرابعه. ايوه متاخره جدا. طب خلينا نحكي عن المراحل الاخرى، يعني في مرحله اولى ثانيه ثالثه، هي المراحل كيف بتكون، كيف بيتم علاجها؟ خلينا نحكي اكثر للمشاهدين ونشرح لهم. هلا نحن اذا قلت لك المفصل الركبي بيهمنا، هو مفصل بيغذي المفصل الركبي، هو الحركه اللطيفه من دون تحميل وزن. يعني مثل الرياضه اللطيفه، السباحه، دراجة، الركض. طبعا حتى اذا بيسوي مثلا رياضه الركض لازم يلبس حذاء خاص بالركض، يمشي على ارضيه خاصه بالتدريب خاص بالرياضه اللطيفه. الغذاء يكون صحي، يكون متنوع، ما يكون في جهد على المفصل تبعه. في شيء جديد عم يطلع، كنا بلشوا فيه مثل بيحكوا انه مواد مزلقه بمفصل الركبه. هي بأي مرحله بتنقص؟ هي المرحله الاولى بالتنكس مفصل الركبه. فكروا شيء جديد الالمان هن سووه، مثل بي ار بي، بياخذوا مصل من الدم وبيحقنوه بالمفصل الركبه، هذا بيعطي بالمرحله الثانيه المفصل الركبه. بس هو سببه شو النقص يعني؟ هذا السائل هو التاكل سطوح مفصليه في بالغضروف العظمي، التاكل بصير في مثل قرحات بالمفصل، بيفقد قابليته للحرق، المرونه تبعه بيفقد قابليته، فبتنكس المفصل. هلا في شيء جديد، احدث شيء بالعالم عم يصير، واحنا طبقناه الحمد لله بسوريا، ناخذ من الفات من البطن خلايا شحميه ومنحطمن الخلايا هي ومنعالجهم وبنحقنهم بعدين مفصل الركبه عشان ناخر تنكس المفصل. قسم من الخلايا هي عم تحول لخلايا غضروفيه. خلايا غضروفيه، هالخلايا الغضروفيه بتحاول تعيد ترميم سطوح المفصليه، تنسجم معهم. هلا برا سوريا ماليزيا في ابحاث، تحت ابحاث على طابعه بيولوجيه بتسوي لنا مفصل الركبه خاص بالمريض نفسه، بس هي لساتها بصراحه ابحاث، لانه نحن بدنا ناخذ كميه الغضروف العظمي ونكسره ونرجع نجمعه مع بعضه ونحطه بمحل في ضياع مادي بالغضروف. يعني هي احدث شيء بالعالم، احتمال بعد 5 سنين 6 سنين يصير عندنا هذا الشيء موجود ان شاء الله بيصير. خلينا نحكي كمان دكتور عن الاشياء، مثلا لما يجي لعندك مريض ويكون عنده وجع بمفاصله او مفصل الركبه، شو الاشياء اللي بتمنعه عنها وقد ايه لازم يكون في وعي لهي الحاله حتى ما تتطور؟ هلا كثير بيلعب دور اساسي نوع الحذاء اللي بيلبسه المريض، مثلا الكعب العالي، الاحذيه ممنوع اللي بيكون معه يفضل ينزل الكعب بشكل تدريجي، سوري. ونوع الحذاء كثير اساسي. هلا مشكلتنا بصراحه قلت لك انه احنا بنلاحظ انه احنا عندنا بسوريا عم يتنكس المفاصل اكثر من المانيا مثلا. صحيح. لانه ارضيه البيوت عندهم خشب، بيمشوا على اكثر صحه يعني. نوع الرياضة بتلاقي 90 سنة عم تركب بسكليت، عم تلعب رياضة وسباحة. احنا عندنا السيدات بعد ما يتجوزوا خلص ما في أي نوع من الرياضة. نوع الحياة كمان مجهد، الجلوس فترات طويلة، رتم الحياة الغير صحي، هو بيحب انه يتنكس المفصل. صح. قديش يمكن تنصح باستخدام الحذاء الطبي يمكن؟ هلا بننصح بشكل، اذا مو حذاء طبي يكون في ضبان سيليكون. يعني الضبان يكون بحطه باي حذاء بنلبسه يخفف الاحتكاك، يعني مفصل، لانه كل ما صار في جهد عليه كل ما صار في نسبه انه يصير اختراق بسطوح مفصلي اكبر. قلت لك انه المفصل تبعنا هو كتله حيه، هي في بناء وهدم بشكل مستمر. احنا هدفنا انه نخلي البناء يكون مستمر. اسرع مستمر. بس يصير طبعا لما يصير شيخوخه مفصل، لانه هذا هي ترتيب رب العالمين، وهذا نحن هدفنا ناخر هالشيخوخه تبع المفصل عشان نقدر نحافظ على مدى حياه فعال اكبر فتره ممكنه. وقديش البرد بيلعب بتقدم الشيخوخه عند المفصل؟ هلا البرد بيعطي علامه انه في شيء عندنا مشكله، مشعر انه في تنكس بالمفصل او بدايه تنكس المفصل. البرد بس مو هو الاساس يعني، بس هو البرد بيعطينا مشكله انه نحن هو بيحرك الوجع. بيحرك الوجع دائما. مريض المفاصل بحس بالبرد اكثر من غيره. يعني لا، لانه اهالينا بيقولوا لنا انه بكره هتاكلوا كل هذا البرد بعظامكم ومفاصلكم. البرد بيلعب دور بس هي كلمه شائعه عندهم.
طب دكتور، شو هي النصائح اللي ممكن انك تعطيها لكل سيدة او لكل رجل او لكل شاب وبنت وصبية حتى فعلا انه يحموا حالهم من التهاب او تنكس مفصل الركبة؟ هلا احنا بننصح اي سيدة تعمل ريجيم تنزيل 10 كيلو. الوزن الزائد يعني هو سبب وزن الزائد احد عوامل المؤهبة لتنكس المفصل. فنحن اي ريجيم بسيط بينزل 10 كيلو، ال 10 كيلو بتخفف الضغط على مفصل الركبة. تمام. نوعية الحذاء اللي يلبسها المريض، الرياضة اللطيفة، كثير من ننصح انه يعمل رياضة لطيفة مثل السباحة، تمارين يقوي عضلات الفخذ. هلا مفصل الركبة بصراحة ثباتيته تعتمد على قوة العضلات والأربطة اللي حوالين مفصل الركبة، فكل ما كانت العضلات قوية كل ما كان ثباتيت المفصل أفضل. هدول شو بنصح فيها انه إذا كان في عنده تمزق بالأربطة أو تمزق بالظروف انه يراجع الطبيب مباشرة عشان نوقف التنكس عند المرحلة هي، ما 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 ما, ما تزيد تخرب سطوح مفصلية. طيب دكتور، خلينا نحكي عن العمل الجراحي لمفصل الركبة. اليوم بسوريا قديش فعلا نحن عندنا تطور وبحث علمي في مجال الجراحة رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها؟ يعني مثل ما قلت إنه الجراحات التي تقام اليوم في سوريا تقام في بلدان أخرى عالمية كبرى. بصراحة نحن نفس المفصل اللي بتركب أمريكا نحن عم نركبه، نفس المفصل عم يجي مركبه بسوريا، وطبعا هو نتائج الحمد لله نتائج ممتازة جيدة. في إحصائيات عنا نسبة بقاء المفصل تقريبا بيختلف حسب الشخص، بس بشكل عام تقريبا بيضل المفصل بحدود 15 سنة، من سبعة ل 15 سنة. هي العمر الافتراضي للمفصل اللي مصنع بأمريكا، اللي مصنع بأوروبا، هي شركات عالمية. هلا ظروف العمل بيختلف، بتكون بألمانيا وبتكون ماليزيا بنشتغل بغرف مفرغة من الهواء، بنلبس مثل لباس الفضاء. نحن بصراحة لسه ما عندنا هالظروف هي الصارمة بالتعقيم، بس مش شايفين نتائج الحمد لله، نسبة الاختلاطات قليلة، ما في يعني ما هو الفكرة الأساسية إنه لازم نختار المريض المضبوط اللي بيحتاج تبديل المفصل الركبة، ولأنه النتائج حتكون ممتازة، ولازم تكون بمركز كويس وبإيد خبيرة. هلا أستاذي أنا بماليزيا كان قال لي إنه القرد هو المانكي هو اللي فيه يسوي مفصل الركبة، كان يضحك قال لي أي طبيب أي جراح فيه يسوي مفصل الركبة، بس مفصل الركبة هو معقد بصراحة أكثر ما نحن نتصور، فلازم يكون الخبرة وبإيد خبيرة عشان نعطي نتائج ممتازة. تشخيص الحالة بشكل صحيح. هلا التشخيص الحالي احنا بنعمل في صور بسيطة لمفصل الركبة بالوقوف، لازم نصور مفصل الركبة ومفصل الورك ومفصل القدم عشان نشوف المحور تبع الطرف. ونعمل قبل ما نسوي نحضر العملية نعمل ديزاين نحدد شو المفصل اللي بيناسب المريض، لأنه كل مريض في له مفصل يفضل بيناسبه بيناسب المريض، عشان نحدد الزوايا عشان يعمل مثل نوع من البالانس. أكيد توازن يمكن توازن. خلينا نحكي شوي كمان دكتور عن المرأة الحامل، يعني مشان كمان كل المشاهدين اللي معنا إذا كان عندها وزن زايد وعم تعاني من هي الأوجاع لو إنه بمراحل متقدمة. هلا بنصحها مثلا إنه هي تعمل شوي رياضة لطيفة، هي مسطحة تحرك مفصل الركبة، نصح الحذاء يكون جيد. تنصحها بالمشي؟ هلا مشي طبعا يفضل المشي لها، بس مو مسافة طويلة. هلا بننصحها بصراحة إحنا إنه مشي كل ساعة تمشي 5 دقائق. هلا دائما بقول للمريض ما تقعد ساعة، وإذا قعدت ساعة تمشي 5 دقائق، بس ما تمشي ساعة متواصلة، يعني لازم نجزئ الشغل. هي إذا عندها شغل مثلا بالمطبخ أو شيء ساعتين تعمل تجزئ للجهد عشان تخفف الجهد على المفصل تبعها. بس الحمل ما يعني مو ما بي يعني الوزن لأنه ما بيزيد عام ما بيأحب إنه يتنكس المفصل، يعني هي إذا كانت عم تعاني من أوجاع سابقة وصار عندها طبعا بيزيد عند الألام، بيزيد عند الألام لأنه يمكن ما تكون كتير تعطوها كمان شيء دوائي علاجي. هلا ما ننصح نعطي أي شيء طب كحمل. هلا وقت ممكن نعطي شوي مراهم أو أي شيء تاني، بس هو رتم الحياة نحاول نأقلم مع الوضع هذا. تمام. يعني إذا بنقول للمشاهدين تجنب هيدا المرض، يمكن رتم الحياة اللي عم نعيشها، الغذاء الصحي اللي بيلعب دور كتير كبير، نوعية الحذاء اللي بيلبسه المريض. هلا بنصح شد الرياضة اللي احنا ما في عنا رياضة. المشكلة بيقول لك إنه ما عندنا وقت، يعني هلا الناس اللي بتقول لك إنه أوكي. هلا هو مكتب قاعد بمكتب فيه مثلا قاعد ساعة يتمشى ضمن يعمل يعني رياضة ضمن المكتب تبعه، يمشي خمس دقايق. هلا قلت لك برا بتلاقي 90 سنه وراكب بسليت ومفصله كويس. احنا هون اذا المفصل الركبي بيعتمد على الحركه بتغذيه،
بس مو حركة مع جهد، يعني هي الفكرة الأساسية. أو رياضة خاطئة. رياضة عنيفة. أكيد دكتور، أنا بدي أشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها عن هالموضوع الشائع جدا حاليا بأيامنا هي، ومثل ما بيقولوا كل الكبار والقدماء إنه الحركة بركة ما خلطوا فيها. شكرا كثير لك دكتور جهاد دغستاني أخصائي بالأمراض العظمية، شكرا لوجودك. شكرا لك دكتور. أما هلا مشاهدينا كثير من التفاصيل بحياتنا بتمرق بدون ما يكون عندنا فكرة عن أسبابها وتفاصيلها، خلونا نروح لفقرتنا التالية مع مجموعة جديدة من المعلومات بهل تعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها منحب نتعرف عليها. هل تعلم أن أرنب الأنغورا يعيش في تركيا ويشتهر بكثافة ونعومة صوفه الطويل ويعتبر أحد أقدم أنواع الأرانب الأليفة؟ هل تعلم أن الأشخاص الذين يبقون أنفسهم مشغولين بأنشطة وفعاليات حتى وإن لم يكن لها معنى يميلون للسعادة بشكل أكبر مقارنة بهؤلاء الذين لا يفعلون ذلك؟ وهل تعلم أنه حسب دراسة أسوأ الناس في خط الكتابة هم أكثرهم ذكاء وعبقرية؟ هل تعلم أن الإنسان لا يستطيع تذكر أحلامه السعيدة بسهولة بعكس الكوابيس؟ أي أن الأشخاص الذين يقولون أنهم لا يحلمون كثيرا بتكون أحلام سعيدة غالبا. هلا حان الوقت نور لنروح بجولة على أهم الأخبار الثقافية اللي شهدتها دمشق أكيد والمحافظات السورية والعالم. وبداية أخبارنا من دمشق، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفدا من نقابة الفنانين برئاسة الفنان زهير رمضان، وأكد على أهمية الرسالة السامية في نقل حضارة الشعوب ومنجزاتها وإرثها الحضاري. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. بهدف تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات كافة، التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بوفد من نقابة الفنانين برئاسة الفنان زهير رمضان. وخلال اللقاء تحدث خميس عن أهمية الرسالة السامية للفن في نقل حضارة الشعوب ومنجزاتها وإرثها الحضاري، مشيرا إلى الدور الذي قامت به الدراما السورية وخاصة في فترة الحرب على سوريا، حيث تبوأت مركز التألق والتتويج في الإنتاج العربي خلال العقدين الماضيين وحصدت العديد من الجوائز محليا وعربيا ودوليا. وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول تطوير عمل النقابة وتحسين واقع المسرح وتطبيق القوانين الخاصة بالنقابة ورفع سقف التعويضات للمدرسين في المعهد العالي للفنون المسرحية نظرا لطبيعة عملهم، وإلاء واقع العمل الإذاعي الأهمية اللازمة لدوره في تكريس الفكر التوعوي في المجتمع. كما شملت الطروحات ضرورة تفعيل دور اللجنة الفكرية في الأعمال الدرامية ومراقبة النصوص للمحافظة على الهوية الثقافية السورية والاختيار الصحيح للكوادر الإدارية وإعادة الإنتاج الدرامي في قناة التربوية ودعوة شركات الإنتاج الخارجية إلى الإنتاج الدرامي السوري، إضافة إلى تشجيع ودعم القطاعات الراعية للدراما السورية من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن النقابة للاجتماع مع لجنة التنمية البشرية لمعالجة الأمور المتعلقة بتنظيم نقابة الفنانين ووضع مؤشرات للأعمال الدرامية السورية ودراستها بشكل جيد بما يتوافق مع الفكر الثقافي والحضاري للمجتمع السوري، وتقديم دراسة تتضمن إمكانية إقامة استثمارات خاصة بنقابة الفنانين تحقق لها التنمية الذاتية. وإلى خبرنا التالي، حيث يفتتح اليوم المعرض الفني لقاء جيلين في صالة آرت هاوس بدمشق ويستمر حتى 15 من الشهر المقبل. المعرض يضم مجموعة من أعمال فنية في مجالي النحت والتصوير تعبر عن جيلين من الفنانين المتميزين، ويعد هذا التحاور الفني إثراء وقيمة تضاف للمعرض إلى جانب التمتع بجمالية الأسلوب وما يتضمنه طرح كل فنان مشارك في المعرض.
خبرنا الأخير وهو من مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر. أمس افتتحت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الفن في الشارع، والذي يقام على مدار 10 أيام. يهدف هذا المهرجان إلى زيادة فرص الحصول أكيد على الفن الحديث للقرى المهمشة، وإظهار إمكانية التعبير عن طريق الفن في الأماكن العامة، بالإضافة إلى التحول الفني إلى الشارع. وسيجتمع الفنانين المشاركين في عدد من ورش عمل لتقديم التخصصات الفنية الخاصة بهم، ولمناقشة إشراك المجتمع في الملتقى الفني التفاعلي في الشارع. نروح لفاصل ونتابع بعضه فقراتنا لليوم. كثير من الجمعيات والمبادرات والتطوعية والاجتماعية بظل الحرب على سوريا نشطت. ما هي جمعيات؟ واليوم معنا جمعية جذور للدعم النفسي للأطفال والنساء المعنفات، فقد أقامت مؤخرا فعالية لمة حب لأطفال من دار العودة للأيتام بمنطقة الغزلانية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اكيد بدنا نحكي عن الفعاليه اللي اقمتوا فيها. طبعا عدد من الاطفال من منطقه الغزلانيه تخللت حفل فني، وايضا يمكن مسابقات، وجبتوا لهم يمكن فرقه اسمها رومانتيكا وعملتوا لهم جو. احكي لنا شوي عن الفعاليه من بدايتها، كيف كان يمكن رده فعل الاولاد اللي معكم؟ هلا اول شيء يسعد صباحكم. نحن جذور بالاساس رفعت شعار العمل محبه وللمحبه جذور، فعم نحاول بكل مبادراتنا ونشاطاتنا نترجم المحبة لعمل. طبعا لمة حب توجهنا فيها، أو هي حملة بالأساس رح نتوجه فيها لدور الأيتام موجودين بمدينة دمشق. كنا أول شيء توجهنا لأطفال جمعية العودة الموجودة بمنطقة الغزلانية. كتير حلو، كنا نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال. طبعا هي تخللت الفعالية عدة برامج مثل ما ذكرتي حضرتك، كان في فرقه. خلينا نذكر بس كمان انه انت كمان رئيس مجلس اداره جمعيه جذور للدعم النفسي والاجتماعي، طبعا المحاميه خلود رجب، واكيد يعني من الحقوق للعمل التطوعي اكيد يعني في فرق، بس انه كيف عم تلاقي الفعاليات التطوعيه وخاصه مع الاولاد؟ تمام. هلا نحن بالاساس هلا العمل الانساني هو من اهم الاعمال الانسانيه الموجوده على الارض، فبيزيل كل هاي الفوارق الاجتماعيه، فما بيعود في محامي ودكتور وكذا، كلنا بالنهايه وقت بنشتغل بشكل ميداني على الارض كلنا متطوعين. بالنسبه للاطفال، هلا هي جمعيه جذور موجهه لكل شرائح المجتمع السوري، حبينا نختار للاطفال لانهم بالنهايه هن عماد المستقبل يعني وامل الغد. فكتير حلو نشوف هالابتسامة مرسومة على قلوب بيضة بحاجة رعاية، وخصوصي بظل هالظروف اللي احنا عم نعيشها. طيب خلينا نحكي، قلتي في ظل الظروف اللي احنا عم نعيشها، فعلا قديش مهم إقامة هي الفعاليات والنشاطات خصوصا للأطفال، لما نحن نقول لمة حب، لمة محبة، لمة ود، لرسم البسمة على وجوه الأطفال. يمكن اللي الحرب سرقتهم كتير تفاصيل، يعني 6 سنوات من الحرب على سوريا منا بالكلمة سهلة تقال. صحيح، هي مسؤوليتنا نحن كمجتمع أهلي، قديش بحاجة فعلا للكثير من المبادرات والفرق التطوعية اللي تشتغل بمجال الطفولة. تمام، لأنه فعلا الحرب أخذت منا كثير، والأطفال تحديدا بهي الفترة عم نشوف كثير حالات كنا نشوفها حالات معينة أصبحت ظواهر، وخصوصي من العنف مثلا ضد الأطفال وإلى آخره. فنحن عن جد بحاجة لتضافر كافة الجهود لنقدر نعمل شيء ونشتغل على الأرض. أكيد الجمعية عم تتوجه للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، ليش تم اختيار هي الشريحة من الأولاد؟ جذور اشتغلت على مشروع اسمه جذور الأمل، توجهنا فيه لمعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، وهذا المشروع من ضمن المشاريع المستدامة الموجودة بجمعية جذور، واللي كان انطلاقتها لجمعية جذور من خلال هذا المشروع. طبعا ما بدنا ننسى انه اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه هن بحاجه لرعايه مضاعفه، بحاجه لاهتمام خاص فيهم.
وخصوصي انه هي الشريحه احيانا عم نشوفها مهمشه بالمجتمع السوري، فقديش بحاجه لنعيد اندماجه بالمجتمع من اول وجديد. هي مسؤوليتنا نحن اكيد اولا واخيرا. خلود، كاميرا الاخباريه السوريه كانت حاضره بالفعاليه، خلونا نتابع بعض المقتطفات ونتابع حديثنا معي. حبينا نتوجه لهم نحن بلمة حب منا جمعية جذور، نجمعهم على لمة حب لأنه هنن بحاجة لمحبة، بحاجة لعطاء، بحاجة لحنان لفرح، فحبينا أنه نحن نجمعهم على هالشي هاد، حبينا أنه نحن نقدم لهم، حاول نزرع فيهم جذور الحب، جذور الخير، جذور العطاء، جذور الأمل ببكرة. نحن لاستمرارية عمل جمعية جذور اللي هي مختصة بالدعم النفسي والاجتماعي، نحن توجهنا للأطفال المعاقين وتوجهنا للمكفوفين، وهلا حبينا نتوجه بخطوة جديدة للأطفال الأيتام اللي هن موجودين بمنطقة بعيدة وما عم تقدر باقي الجمعيات أو توصلها، فنحن بنحاول إنه نزرع لهم البسمة على وجوههم وإن شاء الله بيعم الفرح. جينا كلياتنا لحتى نزرع بسمة على وجوه الأطفال من دار الأيتام، اسمه عودة، وكلياتنا عم نعمل هيك فعاليات لحتى الأولاد ينبسطوا، لحتى نزرع بسمة على وجوههم، لحتى يتفاعلوا معنا. في مسابقات، هدايا، في غداء للأطفال، يعني هيك شغلات. لنحنا في المشروع دار الأمل، جذور الأمل، اللي هو كان انطلاقتنا الصراحة وكان أول مشروع مسكو، ونحن مستمرين فيه دائما ومستمينه من كافة النواحي. وبنفس الوقت عنا كمان لمة ذهب عتيق اللي كمان توجهنا فيه للمسنين بدار غريغوريوس، كمان هذا حيكون حملة مستمرة. وهلأ مثل ما شفتي لمة حب متوجهين فيه للأيتام، مشاريعنا بالنهاية كلها مستمرة إن شاء الله. مشروع لمة حب اليوم كان البداية ولسه ما له نهاية إن شاء الله، بلشنا بأطفال جمعية العودة ومستمرين إذا أراد لنخلي الفرح يعم كل الأطفال. يعني خلود شفنا يمكن أجواء هالفعالية قد الأولاد فرحانين وقد في عن جد حب. خلينا نحكي شوي عن لمة حب بلمحة، وقد ممكن تستمر هي الفعالية؟ هلا لمة حب هي مثل ما سبق وذكرت إنه موجودة على مدار العام إن شاء الله. توجهنا أول شيء لجمعية العودة، أطفال جمعية العودة بمنطقة الغزلانية، ولاحقا أكيد رح نستهدف كافة دور الأيتام موجودة بدمشق، ولاحقا إن شاء الله لنغطي بقية المحافظات السورية. هلا بالنسبه للمة حب اذا بدنا نحكي عن فعالياتها، كان في عنا انسلا بترسم هيك على الوش، كمان في عنا فقره رومانتيكا اللي قدمت عده فقرات، طبعا العاب خفه ومسابقات وجوائز للاطفال، كمان عنا كان وجبه غدا، واخيرا توزيع الهدايا. كثير حلو كنا نشوف هالابتسامه مرسومه على وجوه الاطفال، طبعا وهذا الشيء انعكس علينا نحن شخصيا، يعني فيقت لنا هذا المارد الصغير او هذا الطفل الصغير الموجود بداخل كل حدا فينا. طبعا طيب خلينا نحكي عن نشاطاتكم بال 2017، كنا عم نحكي تحت الهواء انه في كثير من النشاطات عندكم يمكن رزنامه مليئه، صح. خلينا نحكي عن هي النشاطات وعلى شو عم تركزوا حاليا، يعني بعض الاطفال ممكن يكون في اشياء ثانيه مركزين عليها. تمام، هلا بالنسبه لخطتنا المستقبليه اذا بدنا نحكي على خطه 2017، طبعا لمه حب هي مستمره، حمله لمه حب، وفي عندنا كمان حمله ذهب عتيق اللي توجهنا فيها لدور المسنين، في عندنا مشروع جذور الامل اللي توجهنا فيه لمعهد التربيه الخاصه للاعاقه الذهنيه، حاليا نحن هلا عم ندرس هيكليه جديده للمشروع، كمان في عندنا مشروع بخص كفاله ذوي الاحتياجات الخاصه. إذا بدنا نحكي كمان على التشاركية مع الجمعيات وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عم ندرس اقتراحات هلأ لمشروع المرأة الكفيلة أو المرأة المعيلة، كفالة المرأة المعيلة،
وتأمين فرص للعمل لها طبعا، وبالإضافة لدعم المشاريع المتناهية الصغر. خلود، قد يمكن عم تصادفوا حالات كانت من مفرزات الأزمة، إن كان من نساء معنفات أو إن كان من أطفال يمكن عندهم وضع خاص، قد مهم اليوم العمل التطوعي يكون خاص وله بصمة على أرض الواقع، مو مجرد بس توعية، يعني مو إيد لحالة بتصفي. صحيح، مثل ما ذكرتي حضرتك أنه مفرزات الأزمة الحالية كان لها تداعيات سلبية كتير وخطيرة موجودة بالمجتمع، أهمها هي حالة العنف. فنحن كمجتمعات أهلية طبعا بحاجة لتضافر كافة الجهود، سواء كانت فردية أو حكومية أو حتى نحن كمجتمع أهلي، لنقدر نخلق ثقافة مناهضة للعنف من خلال ورشات توعوية تثقيفية طبعا وغيرها كتير. طيب خلينا نحكي، يعني جذور الأمل، ذهب عتيق، لمة حب، حتى الشعارات اللي بتطلقوها إلى هدف ورسالة معينة، خلينا نحكي عنها. يمكن الهدف الأساسي في ظل الأزمة هي رسم البسمة على وجوه الأطفال، التأكيد على التآخي الموجود في المجتمع. يعني تماما مثل ما ذكرت، هي رسالتنا الأولى والأخيرة هي نشر المحبة. مجرد يكون في محبة بين الكل بظن كل الأمور بالنهاية بتنتهي، وإن شاء الله دائما بتبقى جذور الخير والعطاء يعني موجودة بقلب هالبلد إن شاء الله، ونقدر نحقق شيء كلياتنا وإيد بإيد. أكيد. خلود، كمان كان عندكم زيارة قبل لمة حب لأيضا دار المسنين، وأيضا احتفلتوا مع يمكن الكبار بالعمر، قدي كانت هيك في مشاعر تجاهكم وقدي انبسطوا فيكم كمان؟ كمان حملة ذهب عتيق توجهنا فيها بعيد الميلاد لجمعية القديسي غريغوريوس كانت كتير فعالية حلوة، تواصلنا معهم من خلال الموسيقى وخصوصي الأغاني القديمة، فكانت كتير فعالية حلوة، قدرنا نرسم هيك ابتسامة على وجوههم، نتفاعل معهم، رقصنا نحن وياهم. فنحن بالنهاية جمعية جذور هي من أهداف الأساسية هي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وهي مسؤولية جمعية جذور، وإن شاء الله هيك بنتمنى نكون عم نقدر نوصل رسالتنا بمهنية وحرفية طبعا. طيب، من أحد أهداف جمعية جذور هو المرأة، خلينا نحكي عن العنف كمان ضد المرأة، قديش فعليا أنت حضرتك حقوقية عم تقدروا على أرض الواقع يمكن تحققوا شيء ملموس؟ لأنه نحن بمجتمع شرقي اليوم من النادر جدا لتلاقي مو بس المرأة، حتى الشاب يعني بيقول لك أنه أنا تعنفت، دائما البواب مسكرة. أنت محامية، قديش فعلا قادرين تحققوا هيدا الشيء، وقديش في تفاعل بيكون موجود معكم؟ تمام. هلأ هي بالنهاية حالة العنف أصبحت ظاهرة موجودة خصوصي بظل هالأزمة. تمام. للأسف يعني عم تتزايد دائما، هي مسؤولية نحن بقى نرجع مجتمع الأهلي. صحيح، كمجتمع أهلي نرجع نضوي على هذا الجانب، لأنه العنف هو بالنهاية له أشكال كتير. تمام. في عنا عنف مجتمعي وهذا موجود كتير خلال الأزمة، في عنا عنف سلوكي، عنف جنسي وإلى آخره. يمكن نحن شوي بنتوجه للمرأة لأنه منلاحظ أنه أغلب العنف هو موجه بيكون ضد المرأة، ولكن أنا هلأ اللي عم شوفه خلال حتى شغلنا أنه لا، أصبح موجودة لكل الشرائح حالة العنف. إن شاء الله هيك بتقدروا تعملوا شيء حتى بالقوانين، يعني بقصة العنف عند المرأة حتى الرجل. خلينا نحكي شوي كمان عن جمعية جذور، قدي عمرها، للشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا فيها، كيف عم تكون الأجواء، أو كيف بما أنه لكم شهرين يمكن؟ صحيح. أو هي جديدة، ما بعرف قدي الوقت بالتحديد، لكن أنه كيف حسيتوا هي التجربة؟ تمام. هلأ جمعية جذور هي ما صلى تقريبا شهرين وشهرت. الحقيقة نحن عم نشتغل بجو كتير حلو، جو محبة، وهذا هو هدفنا يعني كأشخاص متطوعين فعليا على الأرض، وننزل بشكل ميداني لحتى نستقطب كل شرائح المجتمع السوري. في عدد معين عندكم بالجمعية؟ تمام. في أصبحنا هلأ تقريبا شي 60 متطوع ومتطوعة. طبعا نحن موجودين من كافة شرائح المجتمع السوري بكل أطيافه، في عنا إذا بدنا نحكي عن هيكلية جمعية جذور، في عنا عدة أقسام، أهم قسم هو قسم الدعم النفسي طبعا اللي بضم أطباء نفسيين، مرشدين تربويين، وأخصائيين نفسيين. طيب خلينا نحكي لجميع الشباب والصبايا اللي عم يشوفونا اليوم، كيف بتتم آلية التطوع بالجمعية والمشاركة معكم؟ تمام. هلأ نحن بالنسبة لجمعية جذور أكيد مرحب بالجميع، في عنا قسم الموارد البشرية بيتم التواصل معهم، في طلبات انتساب وبصير أكيد معنا بالجمعية.
طيب خلينا كمان نحكي شوي عن التشاركية والتشبيك مع الجهات الحكومية، يمكن وزارة الشؤون الاجتماعية هي أكثر شيء ممكن تتعاملوا معه، لكن كمان خلينا نحكي هل في تسهيلات إجراءات أنتم كجمعية جديدة شو بتطلبوا اليوم عبر منبر الإخبارية السورية من دعم، وخاصة أنه عم تشتغلوا على موضوع يمكن قليل من الجمعيات عم تشتغل عليه؟ هلا نحن كان في تشاركية أكيد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يخص مشروع جذور الأمل اللي توجهنا فيه لمعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية. طبعا أكيد الوزارة مشكورة، قدمت لنا دعم لوجستي كتير مهم وتسهيلات. أكيد كل جمعية بحاجة لنقدم لها تسهيلات لتقدر تشتغل بشكل فاعل كتير على الأرض. ومثل ما سبق وذكرت أنه نحن فعلا بحاجة لتشبيك مع كافة الجمعيات، لأنه بالنهاية في خبرات نستفيد منها وهي بتستفيد منها، بتزيد علينا وبنزيد عليها. وبالعكس انا مع حاله التشاركيه اولا واخيرا. وقديش مهم هيدا التشبيك بما انه انتم جمعيه هدفها الاساسي يمكن الدعم النفسي، التشبيك مع باقي الجمعيات بما انكم جمعيه جديده لتبادل الخبرات يمكن للعمل التطوعي المشترك. تمام، هلا تحت رعايه كمان وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل عم بيكون في عندنا دائما اجتماعات مصغره بتشبيك مع عده جمعيات لنطرح عده مشاريع من ضمنها مشروع كفاله ذوي الاحتياجات الخاصه ومشروع كفاله المراه المعيله وتمكينها وغيرها كثير كمان من المشاريع المطروحه مع بقيه الجمعيات. أكيد كلمة أخيرة بتحب توجهها لفريق أو لجمعية جذور، لكل الشباب والصبايا يمكن عم يعطوا من قلبهم ويرسموا بسمة على وجوه كل امرأة أو كل طفل. هلا أنا بقول دائما إن شاء الله بتبقى جذور الخير والمحبة والسلام باقية بهالأرض، ما يوحدنا نحن السوريين هي جذورنا المتأصلة بعمق التاريخ. أكيد أكيد أنا بدي أتشكرك أكيد أستاذة خلود رجاب رئيس مجلس إدارة جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي، موفقين إن شاء الله بكل النشاطات ب 2017. أنا كمان بدي أشكر الإخبارية السورية اللي هي دائما عم تكون فعالة وحاضرة بكل نشاطاتنا وفعالياتنا. نتمنى لكم التوفيق لكل أفراد عائلتكم. شكرا كثير إليك. أما هلا مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك نور، ويسعد صباح كل مشاهدين صباحنا غيره. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة 5 عربات مزودة برشاشات ثقيلة لإرهابي تنظيم داعش، وقضت على العشرات منهم بريف حلب الشرقية. مصدر عسكري أكد أن وحدات من الجيش نفذت عمليات على محاور تحرك إرهابي تنظيم داعش في رسم الحرمل الإمام وتل أحمر في محيط الكلية الجوية شرق مدينة حلب بنحو 52 كيلومترا. وأكد المصدر أن العمليات أسفرت عن تدمير 5 عربات مزودة برشاشات للتنظيم التكفيرية والقضاء على العشرات منهم وإصابة آخرين. عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اجتماع لمناقشة وعرض نتائج عمل لجان المصالحة في عدد من قرى وبلدات الغوطة الشرقية، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم وممثلي لجان المصالحة المحلية وفعاليات دينية وأهلية ورئيس مركز التنسيق الروسي للمصالحات العماد إيغور تشينوك واللواء هيثم عمران قائد المجموعة العملياتية الوطنية. وأكد أعضاء لجان المصالحات أن أغلبية الأهالي في الغوطة الشرقية يرغبون بالمصالحات، بينما تعمل المجموعات الإرهابية التابعة لجبهة النصرة وبعض المتنفذين المستفيدين من استمرار الفوضى في الغوطة الشرقية على رفضها وعرقلتها، وتضغط على الأهالي لرفض القبول بالتسويات والمصالحة. رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يؤكد أن الاستخبارات الروسية تتلقى بشكل دائم معلومات جديدة تؤكد تقديم عدد من الدول والشركات العالمية الكبرى دعما للتشكيلات الإرهابية. وقال باتروشيف إن الحديث يدور عن شراء النفط وأنواع أخرى من المواد الخام من الإرهابيين، وكذلك عن دفع أموال لهم لقاء سماحهم بتنفيذ عمليات تصنيع ونقل في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وشدد رئيس مجلس الأمن الروسي على أن منع هذه الممارسة مهمة تقع على عاتق جميع الدول التي تعلن أنها تواجه الإرهاب من دون أي استثناء.
في خبرنا الأخير قتل أكثر من 30 شخصا غالبيتهم من المدنيين وشخص واحد من طاقم الطائرة إثر سقوط طائرة شحن تركية اليوم على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية. وقالت وزارة الرعاية الصحية في الحكومة القرغيزية إن رجال الإنقاذ انتشروا جثة أحد الطيارين وعشرين جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط طائرة الشحن التركية. ختام الموجز، عودة إليك نور. شكرا لك علا. أما هلأ مشاهدينا مننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم. أكيد فقرة يمكن هي تخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اللي عم تلعب دور كبير بتنمية الاقتصاد، لاسيما بظل دورة الرئيسي بمحاولة أكيد محاربة الفقر والبطالة. أكيد زينب، ويمكن دور هي المشاريع في تعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأس مال كبير. كيفية إدارة المشاريع الصغيرة وأهميتها رح نتعرف عليها أكثر مع مدرب التنمية البشرية مصطفى عباسي. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوي عن إدارة المشاريع الصغيرة، شو بتقصد فيها وكيف الإنسان يبلش برأس مال بسيط ليدير مشروع؟ هلا نحن وقت بنحكي بالبدايه عن فكره المشاريع الصغيره، هي بالاساس هي فكره. المشروع الصغير دائما هو بيجي من فكره، هي الفكره بيكون الشخص اللي طلع فيها هو لمس حاجه المجتمع لها وحاول يدور على الثغرات اللي موجوده بمشاريع مشابهه تانية، لانه ما في شيء بيولد من العدم بالاساس، هو دائما في شيء بيكون مبني على اشياء قبله، فدائما هو بيبني على فكره موجوده وموجوده بقلب السوق وعم تنتشر، يمكن تكون مشروع كثير كبير، وهذا المشروع الكبير هو في بقلبه ثغره معينة، هي الثغرة هي ممكن توصله ل ممكن توصله لمكان معين انه هو يقدر يكبر هذا المشروع تبعه ويتحول من مشروع صغير او مشروع ممكن يكون متناهي الصغر لمشروع صغير لمتوسط لمشروع كبير مع الوقت. طبعا الامثلة كتير كبيرة على هي الفكرة، يعني من فيسبوك يعني اليوم كل الناس صاير هو ظاهرة العصر بهذا الوقت، من فيسبوك اللي هو بدي بفكرة من أخين بجامعة هارفورد، على فكرة مارك هو ما له علاقة بفيسبوك وهو صاحب الفكرة، فأخين من جامعة هارفورد هن اللي اقترحوا فكرة الفيسبوك اللي طلع فيها بعدين برمجة شخص معين دور على الثغرات بمكان اليوم فيسبوك حقه مليارات الدولارات. فدائما الفكرة هي أساس المشروع الصغير، فنحن وقت بنقول كلمة مشروع صغير مو دائما المشروع الصغير هو إنه نحن نفتح محل بمكان معين، مو دائما إنه نحن ندور على شيء ما انه موجود ونطلع منه بمشروع. لا، هو ممكن صحيحه لكلمه مشاريع صغيره هم بتلعب دور. هلا الترجمه الاساسيه هي مبنيه على ثلاث شغلات. اولا صاحب الفكره لازم يملك 70% أو 80% من امكانيه العمل بهي الفكره، هي رقم واحد. اثنين، راس مال بسيط يقدر يعمل له راس مال تشغيلي بنسميه، راس مال كثير بسيط. ثلاثه، موارد بشريه بسيطه. الموارد البشريه البسيطه يعني نحن دائما بنقول المشروع الصغير هو ما لازم يكون فيه بقلبه كثير موارد لتستنزف الانكم تبعه او الدخل تبعه، لانه نحن مو معقول كل شيء عم ندخله كمشروع صغير نروح نصرفه على الموارد اللي موجوده. لهيك بنقول انه صاحب الفكره او اللي بيدور على ثغره معينه اما بده يكون من اصحاب الاموال لحتى يجيب اشخاص اخصائيين ليدوروا على الثغرات الحقيقيه باحتياجات المجتمعات، يا اما هو بده يكون صاحب الفكره ويمتلك 80% او 70% من قيمة التنفيذ تبعها أو من القيم الفنية اللي موجودة بالتنفيذ. هلأ منروح معاتنا، هذا الكلام موجود كتير وبكل مكان والأفكار كتير موجودة، بس للأسف ما حدا بياخد على عاتقه الريسك أو ما حدا بياخد مخاطرة على حاله لحتى يفوت لحتى يبدأ بهذا المشروع ويحمل مسؤولية إنه هو يبدأ بمشروعه الصغير ويبعد عن فكرة معينة اسمها الوظيفة. ممكن نحن هلا بحاجة كتير للمشاريع الصغيرة بما أنه في عالم تغير الظروف حياتها 100%، يعني يمكن لازم ده ترجع تبدأ من الصفر، ويمكن عم نشوف هذا الشيء من خلال جمعيات من خلال دعم معين لبعض الأسر بلشت شوي تصير بالقرى، وعم نشوف عم نلمس نجاحات لها. بالحقيقة هلا الأستاذة خلود كانت عم تحكي عن تمكين المرأة بشكل عام، تمكين المرأة هو البداية منه اليوم بقلب المجتمع، خاصة بظل الأزمة الراهنة بتلاقي صارت المرأة هي مو نصف المجتمع، يمكن هي ثلث أرباع المجتمع، بسبب إنه هي عم تدرس أولادها وعم تقعد بالبيت بوقت أكثر، وحتى عم تحاول إنه هي تساعد بمصروف البيت، لأنه اليوم صارت الضغط على العائلة بشكل عام صار كتير كبير بحكم المصاريف العالية اللي صارت موجودة، فبتلاقي إنه المرأة اليوم
وتمكين المرأة هو بحد ذاته هو بداية لإطلاق المشاريع الصغيرة. المشروع هو دائما هو له علاقة بالأفراد وله علاقة بالمجموعات. يعني نحن في مجموعات بتطلع بتعمل مشاريع مثل المشاريع البرمجية مثلا، مثل مشاريع التصميم والمونتاج وما شابه من ذلك. هلأ كلاتها هي مشاريع بتنبنى على أفراد، على مجموعة من الأفراد، هي ما بيكون فيها بطولة فردية يعني. هلأ المراحل الثانية اللي هي بتكون مثل هاند كرافت أو شيء مثل هيك، فهي كلياتها بتروح لأشخاص محددين. يعني باليابان بعد الحرب العالمية الثانية والقنبلة النووية اللي ألقيت على هيروشيما واللي دمرت شيء اسمه اليابان أساسا، اليابان كان في عندهم قانون بيقول إنه كل عائلة لازم وهي راجعة على بيوتهم بعد ما بيرجعوا من شغلهم يعملوا شيء من القش، يعني هذا يعطون المادة القش الأساسية ويعملوا منها شيء، فكانوا يعملوا الطواقي القش ويعملوا مثل الحصير القش وإلى آخره من ذلك. هذا كانت الحكومة هي ترجع تشتري منهم، يعني يعطون المواد الأولية ويقولون روحوا صنعوه، يشتغلوا فيه الأب والأم والأولاد وكل العائلة تشتغل على هذا البروجيكت. ليش؟ لحتى يقدروا يدخلوا على حالهم مصروف إضافي أو يدخلوا على حالهم إنكم إضافي، يخلي هذا المدخول أنه هو يساعدهم على مصروف العائلة. وبالتالي بعد فترة تحولت اليابان لدولة صناعية عظمى. ليش؟ لأنه صارت العالم عم تفكر بطريقة إبداعية. يعني نحن دائما فكرة المشروع الصغير هو فكرة انك فكر خارج الصندوق، لا تفكر بالطريقة انه اذا فتح جاري بياع موبايلات فانا لازم افتح مثله بياع موبايلات تماما. وصرنا نحن اثنين بياعين موبايلات، وبالتالي صار في عندي منافسة، ما عاد اسمه مشروع صغير، صار اسمه مشروع مقلد. بس هون كيف فينا فعلا نوجه القدرات والطاقات الموجودة؟ يعني احيانا بيكون في عندك فكرة بس تطبيقها على ارض الواقع غير صحيح او العكس. يعني نحن هذا الكلام كثير جميل، بس فعليا قديش فعلا انا هي استثمر هي الطاقات او استثمر الطاقة الموجودة عندي أو موجودة عند الشباب اليوم؟ هلأ نحن بهي الحالات تحديداً بنروح بنقول إنه الفكرة إذا كانت غير قابلة للتطبيق فإذا هي ما أنا فكرة، بتكون هي حلم. يعني أنا اليوم إذا في عندي فكرة معينة أنا ماني قادر أطبقها أو أنا بدي أجيب أشخاص آخرين يطبقوا لي إياها، فهي صارت حلم، ما عادت ضمن المشروع الصغير. إلا إذا هذا الشخص عنده مجموعة، يعني عنده كم معين من رأس المال، هذا الكم ما عنده مشكلة بيصرفه لحتى فعلا ينجح مشروعه لاحقا. إذا ما في مشكلة، هو دور على فكرة معينة، ثغرة معينة، حللها، لقى إنه هذا التحليل ناجح وممكن إنه هو يعطي نتيجة، صرف عليها للفكرة تبعه لحتى انبنت. نحن عم نحكي على مشروع صغير، مشروع صغير أول فكرة فيه لازم تكون الفكرة قابلة للتحقيق، هي رقم واحد. هلا بعد منا اذا اليوم عم نحكي نحن على شريحتين، شريحه ممكن تكون هي مستواها ثقافي عادي، ما عندها هالامكانيات يقعد يحط اداريا يحط جداول ويعمل تحليل سوات وما بعرف شو، لا هذا الكلام هو كتير بعيد عن ممكن تكون بعض الشرائح. اليوم هن هدول الشريحه العاديه طلع بفكره معينه، هي الفكره هي من نتاج اللي موجود عنده. يعني اذا اليوم قلنا بدنا نمكن المراه الريفيه شلون فينا نعمل لها مشروع صغير، شو المنتجات اللي هي ممكن تعملها واللي هي أساسا بتقدر تخدم مثلا السوبر ماركت بمكان معين والمول بمكان معين. ممكن يكون الشيء الفروزن اللي احنا كل يوم بناكله بقلب بيوتنا ومنجيبه، في عالم اليوم ما عنده وقت انه هي تشتغل، فبتجيب شيء فروزن بتقليه او بتطبخه او بتعمل اي شيء. هي المرأة الريفية اليوم اذا هي عندها امكانية، عندها الارض وعندها الشجرة وعندها كل المكونات لحتى هي تقدر تخدم فعلا هدول الاشخاص الاخرين اللي هن عم يدوروا على شيء من المعارف، بيضل على الأقل إنه الشغل تبع المرأة الريفية بيضل شغل البيت والعالم ترغب إنه تأخده. ونحن بنشوف وقت بنطلع مثلاً بنسافر لمناطق ريفية معينة، فمنلاقي قد ما قدرنا نعبي بسياراتنا شيء من صناعتهم بناخده. طب إذا توفر هذا المنتج بقلب السوبر ماركت، بقلب المول، بقلب السوق المحلية، فإذا نحن اليوم سكرنا احتياج، بدل ما يكون هذا الشغل هو بس شيء مكرر من معامل معينة أو متنافسين من آلات صناعية، بينما صار شغل البيت. هلا إذا رحنا للشريحة الثانية اللي هي الشريحة الأكبر شوي أو الشريحة اللي عندها إمكانيات إدارية، ممكن هي تعمل تحليل سوات لحالة. أنا اليوم طلعت بفكرة، شو نقاط القوة اللي موجودة عندي بهي الفكرة؟ شو بملك من قوتها؟ إذا أنا قسمت من 100 الفكرة تبعي قديش قوتها من 100، إمكانياتي الفنية قديش قوتها من 100، بعدين التسويق والانتشار واو إلى آخرها قديش إله من 100، بجمعهم كلياتهم وبطلع بأنه هي فكرة قابلة للتحقيق ولا ما أنا قابلة للتحقيق. بدي حط نقاط ضعفي بنفس الوقت، بدي أقول أنا وين رحت بهي الفكرة، قديش في إمكانية أنه هاي الفكرة تمشي أو ما تمشي. بناء عليه نقاط القوة اللي موجودة عندي بحاول استثمرها بأدق تفاصيلها، ونقاط الضعف بحاول أشتغل عليها أو بحاول أجيب حدا يساعدني لحتى يسكر لي هاي نقاط الضعف. بس دائما المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر هي بتتألف بالبدايات دائما من شخص أو اثنين هن قدرانين إنه يديروا هذا المشروع ويشتغلوا عليه لحتى يبدوا بتكبيره ويكبروا هاي الموارد البشرية اللي موجودة. أكيد.
أكيد. خلينا نحكي كمان اليوم يمكن الشغل شغل لكل شاب تخرج من جامعته أكاديمي أو أنه خسر وظيفته بسبب ظروف معينة، هو الوظيفة اللي هي صارت شوي صعبة بسبب أنه ما كتير في كتير لسه حركة اقتصادية منيحة. خلينا نحكي شوي كيف في هو يخلق مشروعه الخاص، وكيف بتقلهم للشباب أنه فعلا قد ايه مهم أنه الشيء المبدعين فيه أو دراستهم يسخروه على هذا الشيء. بدي بالبداية أعلق على أول فقرة، ما رح أخفيكي سر أنه اليوم أغلب الشركات، يعني المشكلة أنه نحن نلتقي مع الشركات بيقولون أنه في عنا نقص بالكوادر، نلتقي مع الباحثين عن العمل بيقولون ما في شغل. تماما، هاي معادلة ما هي المعادلة هي ما عم تزبط. الحقيقة هو في فكرة من هاي المعادلة. نحن اليوم بفترة أزمة، طالما نحن عم نقول أنه نحن بفترة أزمة، فإذا أرباب العمل هن بدهم أشخاص عندهم خبرات، ما بدهم أشخاص يجيبوهم يدربوهم بعد فترة يخسروهم لأي سبب كان، بدهم أشخاص فورا ينزلوا على الشغل. يعني إحنا دائما بنقول رب العمل بحاجة لمين يشتغل مو لمين ينظر. أغلب الأشخاص اللي بيكون بس يعني ما عنده أي تجربة عملية بيفوت بيحط التنظير الورقي وبيطلع معه شيء بيطير العقل، بس قلو تفضل نزلوا على أرض الواقع طبقه بيوقف. طبعا هون طبعا اللي بتحمل مسؤولية هذا الشيء هي جهتين، الجهات الأكاديمية اللي هي ما عم تقدم عملي بشكل كتير كبير للأشخاص، والأشخاص نفسهم يعني إحنا يعني 20% بتحمله الجهة الأكاديمية، لأن إحنا عنا أعداد هائلة من الطلاب والتعليم مجاني بالنتيجة، فما عنا هاي الإمكانيات لحتى نجيب هالعالم ونقعد ندربهم كلها. هون المشاريع الصغيرة في العبدور يمكن هون المشاريع الصغيرة بتدربهم بتشغلهم. أستاذة خلود قبل شوي قالت إنه في إمكانية إنكم تنتسبوا للجمعيات، الأعمال التطوعية هي بتثقل هاي المهارات. صحيح. بتعمل يعني أنت اليوم صح. فعلا ما عم تأخذ مصاري من العمل التطوعي، ولكن أنت عم تأخذ مصاري بالحقيقة. ليش؟ لأنه أنت بعد سنة أو سنتين صار عندك إكسبرينس كتير عالية بالأوبريشن أو بالعمليات تبع المنظمات. لما بتروح لأي منظمة بتقدم عليها بتاخدك، لأنه نحن كنا من فترة قريبة كنا بمؤتمر اسمه توظيف. هذا المؤتمر كان فيه أكبر رجال أعمال بقلب البلد بأسماء كتير مهمة، ويمكن حضرتكم عملتوا تقرير عنه. اللي تفاجأنا فيه انه هن عم يطلبوا ايادي عامله، عم يطلبوا 4,000 و5,000 شخص، بدهم عالم، بس بدك عالم اصحاب خبره، مو بس جايب معه شهادته الجامعيه وجاي. هلا انا حبيت اعلق على هذا الموضوع تحديدا لانه بالحقيقه عن جد هذا صحيح، لانه بتقول لك مثلا انه انا قدمت على مكتب التوظيف، انا صلي 7 سنين متخرج بس لهلا ما اشتغلت. طب هي 7 سنين شو عملت فيها؟ يعني هون الخبره بتلعب دور، هون المشاريع الصغيره بتلعب دور. نحن عندنا ظروف استثنائيه بالبلد وعندنا ظروف اقتصاديه صحيح. بالبلد كمان استثنائية، بس كمان القدرة الموجودة داخل الشخص هي كمان لازم تكون موجودة. هي هون بتعتمد بقى على فكرة التوعية أكثر. قديش نحن اليوم قدرانين نعرض تجارب حقيقية على الأرض تخلي هدول الأشخاص يتدربوا على أنهم ينجوا أفكار ويبعدوا عن الوظيفة الحكومية، لأنه يعني حتى وظيفة القطاع الخاص في أحياناً أشخاص تترك وظائف 100 و150 ألف يريدوا توظف 25 ألف بالقطاع الحكومي بيقول لك لأنه أأمن. هلا قديش قدرانين انه احنا نطالع الناس من هي العقليه، من عقليه انه نحن بدل ما انت تروح تتوظف اساسا بالقطاع الخاص وتطالع ال 150 الف او تتوظف بالقطاع العام وتطالع ال 25 الف، انت قدران تعمل مشروعك الخاص وتعمل من خلاله هي ال 150 الف وتكبر مشروعك لحتى يصير مشروع كبير بالمستقبل. لانه بالنتيجه الاقتصاديات وخاصه اقتصاديات الازمات هي لحتى ترجع تنتعش مره جديده بتروح بتجمع كل المشاريع الصغيره وبتدمجهم بمشاريع كبيرة وبتكبر هاي المشاريع مع الوقت. وهي تجارب كل الدول يلي هي كانت بفترة أزمات، إن كانت ألمانيا إن كانت اليابان، وهن بظن أنه أهم دولتين صناعيا اليوم بعد الحرب تماما، بعد الحرب العالمية الثانية كانوا مدمرين تماما، واليوم هن عملوا ثورات صناعية أساسا. أكيد أنا بدي أتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله بيكون لكل شاب وصبية مشروعه الخاص بالحياة ويقدر يطبق كمان دراسته الأكاديمية عليها من خلال عدة أفكار، ممكن كمان يتواصل مع مدرب تنمية بشرية حتى يدله على الطريق الصحيح. أنا بدي أتشكرك مصطفى عباسي مدرب التنمية البشرية، شكرا لك. شكرا لك وشكرا على الطاقة الإيجابية والمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها اليوم. شكرا كثير لك. نور محطاتنا الصباحية لليوم وصلت لنهايتها، أكيد بنلتقى فيكم بفقرات جديدة كل يوم الساعة 9 صباحا، وإذا بتحبوا تراسلونا بأي اقتراح أو أي استفسار راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. أكيد تحيتنا الصباحية موصولة لكل رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم وينصركم. باي باي. أكيد زينب، نتمنى بقية نهار ممتع على جميع مشاهدي الإخبارية السورية، نلتقيكم بكرة بنفس التوقيت بتمام الساعة 9 صباحا، وأكيد تحيتنا ما بتكمل إلا بتحية لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم، إلى اللقاء.